بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرض، الإمام المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنظمة تقوم على أساس التشكيك في كل ما يرتبط بالبنية العقائدية والفكرية للمجتمع الإسلامي. من يقف وراء حملات التشكيك التي تستهدف الإرث الإسلامي وتستهدف العقيدة الإسلامية وتستهدف الثوابت التي تكون في هذه العقيدة الإسلامية؟ هذا سؤال مهم جدا. فعلا فكرت به عندما رأيت قبل أيام على أحد وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الشباب يتركون عقيدتهم، يتركون دينهم الإسلامي من وراء بعض الكلمات التي يقولها بعض الذين يدعون إلى محاربة الإسلام الأصيل وإلى محاربة الإسلام المحمدي، كل فرد كم كلمة معينة وبالتالي مباشرة يترك الدين. من وراء هذه التشكيك؟ الظاهر كما درست وبحثت أن هنالك نظام اسمه صناعة التشكيك وصناعة الشكوك. لم تكن هي أسئلة بسيطة سهلة، يعني عندما يدخل في مواقع الملحدين ويسأل هذا السؤال: من خلق الله؟ وشاب ليست لديه خبرة وليست لديه اطلاع بالقضايا العقائدية ولم يقرأ كتابا عقائديا ولم يدخل دورة عقائدية سريعة، ويجي واحد يقول له: من خلق الله؟ ويجي الشاب يسأل، قال: شيخنا من خلق الله؟ يقولون جماعة معي في هذه الجروب. قلت: أولا هو السؤال مو صحيح، السؤال هذا مو صحيح، ومن ثم الله سبحانه وتعالى لو قلنا أن الذي خلقه سين وحاشا، بعد فترة يأتيك واحد يقول: هو لا، سين من خلقه؟ راح نقول له: خلق صاد. وصاد من خلقه؟ نقول له: خلقه هاء وياء ونون. بالتالي يكون شيء في علم المنطق ويكون شيء عقلا باطل، وهو الدور والتسلسل. هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الفوضى. يؤدي هذا التسلسل والدور يؤدي إلى الفوضى، والفوضى لا يمكن أن يبتنى عليها مسألة عقلائية، ولا يمكن أن يؤمن بالعقلاء أو يؤمن العقلاء بالفوضى. فالسؤال أصلا بعد يقول لك: زين، هو هل يستطيع الله أن يخلق بمثله؟ طبعا هو يستطيع، القدرة الإلهية يستطيع، لكن هذا الذي يخلقه ليس بمثله أبدا. لما؟ أولا هذا هو مخلوق بعد، مو خالق، كيف يكون مثل الله سبحانه وتعالى؟ هذا بعد يكون مخلوق، ومخلوق محتاج، والمحتاج لا يمكن أن يكون إله، والمركب لا يمكن أن يكون إله، والمصنوع لا يمكن أن يكون إله. عندنا مسألة تسمى المستحيلات، يعني يسأل يقول لك: هل إن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يصنع صخرة ويجلس عليها؟ ويستطيع، لكن كما تعلمون هنالك مستحيلات. لما؟ لأن الله ليس بجسم، من المستحيل أن يكون جسم. ويستطيع أن يخلق الصخرة، بس هو يجلس، والله يجل ويسبح ويقدس عن الجلوس والحلول والجسمية والتركيب وهذه التفاصيل اللي هي الصميم مدرسة أهل البيت الاعتقادية. لاحظوا، فها هنا على مستوى القرآن الكريم، على مستوى شخصيات النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، هنالك من يصنع تشكيكات ويصنع شكوك من أجل أن يجعل عقول الشباب تنحرف عقائديا. هنا الطامة تكمن. لما قلنا أكثر من مرة نحتاج إلى تحصين أبنائنا عقائديا؟ جرع الوعي مثل جرع الطعام اليومية، مثل ما نحرص فرد 3 مرات يأكلون على الأقل 3 مسائل اعتقادية وابتلائية تطرح في جو عام ويجيب عليها الأب أو الأم وفق جواب يليق
على مستوى تفكرهم، مستوى تعقلهم، من أجل أن لا يكون هنالك أي انحراف. لاحظوا، قل لك هو مهدي الشيعة لا زال في السرداب، اخرجوه من سردابكم كما يزعمون هؤلاء. طيب ومن قال أن الإمام المهدي في السرداب؟ السرداب ظرف لحفظ الإمام، عندما هجم عليه جلاوزة بن العباس حافظ على الإمام. ومسألة السرداب ترى مسألة طبيعية، هي البيوت في العراق لا زالت البيوت في النجف وكربلاء يعني تقوم بنظام السرداب، مكان يكون بارد صيفا وحار شتاء، ينزلون للحائلة تنزل، مسألة طبيعية. فهم يتصورون هو ملجأ محصن، لا لا، مكان الإمام اختفى فيه عندما كبس الجلاوز داره بعد شهادة والده العسكري. والسرداب ظرف لحفظ إمامنا، مثل ما كان البئر الذي وقع فيه يوسف ظرف لحفظه صلوات الله عليه. فالآن لما تضحكون على سرداب الشيعة ولا تضحكون على بئر الإسرائيليين، على بئر يعقوب سلام الله عليه؟ ظرف مثل ما المغارة التي وضعت فيها أم إبراهيم ولدها وحمته هي ظرف لحفظه، مثل ما كان الحوت ظرف لحفظ يونس. فلما يعني لما التجاوز على عقيدة الشيعة في ذلك؟ احنا عقيدة الإمام مو في سرداب، سرداب حفظ لمدة ومن ثم خرج الإمام صلوات الله، مثل ما قال بعض مفسريهم إن الشيعة يذهبون إلى سامراء ويضعون الأموال في السرداب ويعطونها لمهدي. مو منطق هذا عزيزي، لأن عقيدتنا بالمهدي عقيدة إسلامية، مو فقط عقيدة شيعية، عقيدة إسلامية أتى بها النبي. آلاف الأحاديث التي رويت عن النبي وأصحابه وأهل بيت الكرام صلوات الله عليهم عن قضية الإمام المهدي، وأخذت مساحة واسعة من الفكر الإسلامي. فلما هذا الاستهداف ولما هذا التقليل من شأن الشيعة بهذه القضايا التي يشككون بها؟ يأتيك ويقول لك لو كان الله موجود فليفعل بي هكذا، فليضربني، فلينزل علي صاعقة. مو كل كلام يقوله الإنسان الله سبحانه وتعالى يضعه في الحسبة، مو كل كلام يقوله الطفل الآن يقول لأبوه إذا أنت فعلا أبي قوي أضربني، هذا لا يعني. الرأفة والرحمة تقتضي أن لا يضربه، الشفقة تقتضي أن لا يؤذي. فهذا الكلام ما له قيمة في ميزان البحث العلمي، لكن من باب التشكيكات العامة يضعونه ويشككون الشباب عن عقائدهم الأصيلة وعن البنية الاعتقادية التي يعتقدون بها. أنا أقول يعني كحل هام، صناعة الشكوك والتشكيك وراءها ما وراءها من دول، استخبارات دول تريد بالإسلام ومذهب أهل البيت عليهم السلام شرا، وراءها ماكينات إعلامية تصنعها من محتويات مسموعة مقروءة مرئية، هنالك صفحات تنشرها، هنالك فضائيات تنشرها، وبالتالي الهجمة كبيرة. فلا بد من التحصين، أن يكون هذا الشاب على مستوى عالي من التحصين والدفاع عن أفكاره والدفاع عن مدرسته الفكرية والدفاع عن اعتقاده. وهذا هو ما دعا إليه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، حتى في باب الاحتجاج عندما كانوا يحتجون لإثبات الصانع، لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني قضية معروفة، هذا الذي قاله النبي لبعض أصحابه، قال لهم أو تكون ليلة القدر من بعدي؟ قالوا نعم يا رسول الله، لأن القرآن قال ليلة القدر خير من ألف شهر، سلام هي حتى مطلع القدر مستمر إلى يوم القيامة. قال طيب فعلام تتنزل الملائكة من بعدي؟ سكتوا. طبعا تتنزل الملائكة على وصي محمد وهو الحجة سلام الله عليه، دليل متين يسد ما يريد البعض التشكيك في وجود الإمام المهدي. قبل كم يوم يسألني أحد الشباب المتأثر بهذه بصناعة التشكيك، قال وهل يوجد إمام عمره 1400 سنة؟ قلت طيب خو عدو الله الأول إبليس الله يعلم عمره كم ملايين السنوات، فالله سبحانه وتعالى لو أراد أن يميت إبليس يقدر أم لا يقدر؟ قال يقدر.
لكنه قال فانظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فلو شاء الله، الله وعده أن يبقي، لو شاء لأماته. فالذي يبقي عدوه لا يستطيع أن يبقي ولي الأعظم الإمام الحجة صلوات الله. وأنتم في مصادركم تنقلون أن الخضر قبل آلاف السنوات بقي حيا إلى الآن، وأن إلياس بقي حيا، وأن عيسى رفع إلى الله وبقي حيا. فشنو المشكلة في الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى تشككون في عمر الإمام في دهر روحه؟ فلابد أن نكون حذرين في هذا الباب، لأن هنالك دول وهنالك استخبارات دول، وهنالك من لا يريد لهذا الدين ولأتباع أهل البيت عليهم السلام خيرا. فلا بد نكون على مستوى عال من قبل أيام يتصل بي أحد الآباء من هذه المدينة المباركة، يقول لي الحق لي على ابني، ابني الآن قفل على نفسه، صار له شهر لا يخرج من الدار لأنه بعض السلفيين أدخل إليه شبهة وشك. قلت له أنا أكون معه بخدمته، بالفعل تواصلت معه، وإذا بشبهات بسيطة وضعوها في رأسه ويريدون أن يريدون منه أن ينحرف عن مذهب أهل البيت. قلت له هذه الشبهات أجاب عنها الأئمة قبل ألف سنة، وأجاب عنها العلماء ولا زالوا يجاوبون، وجلست معه جلسات طويلة، وبالفعل استطعت أن أجيب على مئات التساؤلات والشكوك التي وضعوها في رأسي. في الخطورة هذا التحدي، لمن اختاريته؟ هذا تحدي خطير أيها الأحبة، كون تلتفتون إلى صناعة التشكيك وكيف تؤثر على أبنائنا وبناتنا وربما على أنفسنا وعلى زوجاتنا. يتصل بي أحد الأخوة يقول تعال الحق إلى زوجتي أيضا. قلت خير؟ قال والله زوجتي انحرفت واعتنقت غير فكرة، غير أفكارنا، غير عقيدتنا. من أين؟ عن طريق صديقة لها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مشكلة كبيرة. وبالفعل أدى الأمر، يعني وصل الأمر أن يطلقها لولا أن تدخلت وتكلمت معها، وبالفعل رجعت إلى الإسلام الأصيل وإلى خط أهل البيت صلوات الله. سأل الله أن يوفقنا وإياكم راضيه، وصلى الله على محمد وآل محمد.